بسم الله الرحمن الرحيم. مادة الرياضيات مستوى الرابع ابتدائي. تعرف مراحل دوران جسم. مراحل دوران شكل على نفسه. كما تعلمون للدوران اتجاه، إما وفق اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. مثلا نختار هذا الاتجاه، نختار الدوران وفق هذا الاتجاه، يعني هذا هو الاتجاه وفق اتجاه عقارب الساعة، ثم نتعرف مراحل دوران الشكل على نفسه. مثلا نأخذ هذا القلم، عندما سيدور هذا القلم حول نفسه دورة كاملة سيعود إلى وضعه الطبيعي. الآن انظروا، ربوع دورة مثل عقارب الساعة، ربوع دورة يعني من هنا إلى هنا ربوع دورة، ربوع دورة، ربوع واحد. الآن ربعين، دار ربعين أو نصف دورة كما ترون، ربعين يعني من هنا إلى هنا ربعين، الربع الأول زائد الربع الثاني إذن نصف دورة، ربع دورة، نصف دورة، ثلاثة أرباع، الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثاني، ثلاثة أرباع الدورة، يعني لم يتمم دورة ما، لا ثلاثة أرباع، ثم بعد ذلك الآن أربعة أرباع يعني أكمل دورته، أكمل دورة وعاد إلى مكانه الطبيعي، يعني من هنا إلى هنا أربعة أرباع وعاد إلى وضعه الطبيعي. وكما ترون الدوران يحافظ على الشكل، يعني هنا الدوران لا يتغير هذا الشكل، لا يتغير شكل الجسم، يعني عندما نقول لا يتغير شكل الجسم يعني من ناحية الطول لم يتغير، المساحة لا تتغير، الزوايا لا تتغير، يعني مثل الإزاحة. الآن سنأخذ هذه اللوحة الفنية مثلا، هذه اللوحة الفنية، ونتعرف مراحل دوران شكل على نفسي. الشكل هنا هو هذه اللوحة الفنية، هذه هي اللوحة. انظروا لدينا الدائرة قسمت إلى أربعة، يعني الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. إذن هذه هي اللوحة. الآن دارت اللوحة ربع دورة، ربع دورة، انظروا ربع دورة، وستعود إلى حالتها الطبيعية. انظر الحالة الطبيعية سأعلمها، هذه الحالة الطبيعية. أو عند الفراشة أو عند إير، دارت اللوحة ربع دورة. الآن دارت اللوحة نصف دورة، يعني ربع زائد ربع. الآن دارت اللوحة ثلاثة أرباع، ربع وربع وربع، يعني نصف وربع. الآن دارت اللوحة دورة كاملة وعادت إلى طبيعتها العادية. وكما ترون عند الدوران لا يتغير شكل الجسم. هل تغيرت اللوحة؟ لا. هل تغيرت هذا الذهب؟ لا. هل تغيرت المساحة؟ لا. هل تغيرت الزوايا؟ لا. إذن عند الدوران لا يتغير شكل الجسم، لا من ناحية الطول أو المساحة أو الزوايا، مثل الإزاحة. ويمكن أن نختار منحنى الدوران مثلا هنا، نسمي مثلا ناقص، يعني عكس اتجاه عقارب الساعة. إذن هذا هو الدوران. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.